اهلا بحضراتكم. امبارح بعد ما خلصت شغل قلت اقعد افصل شويه واشرب قهوه، وشغلت اغنيه من الاغاني اللي بحبها جدا، وهي اغنيه ثلاث سلامات للرائع محمد قنديل. الاغنيه دي صحيح غناها مطربين كتير، بس هتفضل بصوت قنديل ليها سحر خاص، والاغنيه كمان ليها حكايه لطيفه جدا، واسمع مني الحكايه وما فيها. اغنيه ثلاث سلامات اللي كتبها هو الشاعر مرسي جميل عزيز، اللي كان من مواليد مدينه الزقازيق، وعشان كده بيقولوا ان الاغنيه بدات من قلب مدينه الزقازيق. وكان مرسي جميل عزيز متعود يقعد على قهوه معينه في الزقازيق، وكان دايما بيكتب الاغاني بتاعته وهو قاعد على القهوه دي، وكان متعود بعد ما يخلص الاغنيه اللي بيكتبها يروح القاهره عشان يسلم الاغنيه للمطرب والملحن اللي بيتعامل معاه في الاغنيه، وبعد كده يرجع على مدينه الزقازيق بالقطر في نفس اليوم. وفي يوم من الايام مرسي جميل عزيز بعد ما خلص كتابه اغنيه من بتوعه قال لصاحب القهوه انه رايح القاهره عشان يسلم الاغنيه الجديده للمطرب عبد الحليم حافظ، ويرجع في نفس اليوم زي عادته. بس المره دي اتاخر ومرجعش في نفس اليوم، وصاحب القهوة استناه في اليوم اللي بعده وبرده ما جاش، قال يمكن يجي بعده وبرده ما جاش، وفي اليوم الثالث برده ما جاش، لحد ما جه في اليوم الرابع. فأول ما صاحب القهوة شافه قال له وحشتنا يا أستاذ مرسي، والله عايز أسلم عليك ثلاث مرات بعد غيابك عننا ثلاث أيام، ثلاث سلامات بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. من هنا جت الفكرة لمرسي جميل عزيز، وكتب أغنيته الشهيرة ثلاث سلامات، وخد الأغنية بعد ما خلصها وراح للملحن والموسيقار محمود الشريف واداله الأغنية. وكان وقتها محمود الشريف بيقدم ألحانه على إيقاع الفالس، واختار الإيقاع ده للأغنية، وكان خايف من إنه يختار المطرب محمد قنديل، لأنه معروف عن قنديل إنه بيغني غنى شعبي، فإزاي هيغني على إيقاع الفالس؟ فقال يجرب، وفعلا في البروفات انبهر بقدرات قنديل، واكتشف ان قنديل يقدر يغني الوان مختلفه غير الشعبي. واتسجلت الاغنيه، ولما اتذاعت حققت نجاح كبير جدا، وكانت علامه مميزه وفضلت لحد يومنا ده رائعه من روائع الفن الجميل اللي خرجت حرفيا من مدينه الزقازيق. وطبعا مدينه الزقازيق واحده من اشهر مدن محافظه الشرقيه، وفي نفس الوقت عاصمه الشرقيه، واسمها لوحده حكايه. روايات كتير بتحكي عن سبب تسميتها بالاسم ده. في رواية بتقول إن لما محمد علي أمر إن يعملوا قناطر عند بحر مويس عشان ري أراضي مديرية الشرقية، وقتها العمال عملوا عشش من الطين على البحر، وبدأت الناس تيجي أكتر والحياة تبدأ في المكان. وكان في ناس بتحب تصطاد، وهم بيصطادوا من بحر مويس لقوا نوع من السمك نادر اسمه الزقزوق، وعشان كده اتسمت المدينة بالزقزيق نسبة لنوع السمك ده. وفي رواية تانية بتقول إن أصل التسمية بيرجع لعائلات الزقزوقي، ودي عيلة من أصول عربية كانت موجودة في الزقازيق. والزقازيق من المدن الجميلة والتاريخية، وفيها معالم كتيرة زي منطقة تل بسطة ومتحف هرية والجامع الكبير وغيرها طبعا من الأماكن الجميلة. والفترة الأخيرة افتتحوا مستشفى الزقازيق العسكري، والمستشفى على مساحة 6 فدان، وبتتكون المستشفى من 6 طوابق، وبتضم عدد من الأقسام: قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الغسيل الكلوي، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأشعة واللي مزود بأحدث الأجهزة، وفي كمان جناح حضانات الأطفال، وجناح الرعاية المركزة، و12 عيادة خارجية، و4 عيادات أسنان، وقسم المعامل، وصالة تأهيل بدني، وقاعة للمؤتمرات، وقاعة للاجتماعات، وصالة انتظار المرضى، ومسجد وجراج. والمستشفى هتساهم بشكل كبير بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وهيخفف العبء على المستشفيات الحكومية، وهيقدم خدمات طبية متنوعة لأبناء محافظة الشرقية. واسمع مني، كل مدينة في مصر ليها حكاية وشهد على جزء من التاريخ. مش بس كده، ده لسه كل مدينة هتسجل وهتكتب صفحة جديدة من التاريخ، صفحة مليانة بالنجاح والإنجازات. وثلاث سلامات لأهل الزقازيق. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.